والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بيكم النهاردة في درس جديد على قناة يوسف في تشيب توتوريالز. في درس النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نعمل الوول بيبر دي لدكتور سترينج. لو أنت بتابعني على الانستجرام هتكون أكيد شفت الخلفية دي قبل كده، وأكيد كمان هتكون شفت الفوت أو التصويت اللي إحنا عملناه على الستوري، وكمان كمان أكيد شاركت فيه. لو أنت مش متابعني على الانستجرام مكنش حصل لك كل اللي أنا حكيته ده. فزي ما انتوا شفتوا الفوت أصلا جاب ما شاء الله كتير جدا قالوا يس. فبإذن الله درس النهاردة إن شاء الله عن الوول بيبر دي، كل اللي عليك تعمله هو تعملي فولو على الانستجرام، هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن عشان تشوف كل التصميمات بتنزل عليه، وكمان تتابع مع الدرس.